السلام عليكم، ويا رب تكونوا كلكم في أحسن صحة وحال. موضوع مهم جدا، من أهم المواضيع اللي بتقابلنا في العيادات، واللي ممكن تكون في بدايتها بسيطة بس لو ما التفتناش ليها كويس ممكن تدخلنا في حالة من الحالات اللي بتعمل خطر على حياة الإنسان. جلطات الأوردة العميقة. جلطات الأوردة العميقة ممكن تحصل في أي وريد داخل الجسم، بس بصفة خاصة بتحصل أكتر في أوردة الساقين، سواء في منطقة الفخذ أو الساق أو القدم، وممكن تحصل برضو في منطقة الأطراف العلوية وتعمل برضو جلطات في الأوردة العميقة بتاعتها. أسبابها اختلف عليها الناس كتير، مش باين أسباب حقيقية أكتر من العنصر الوراثي، أكتر من الناس المدخنين بقوة، لأن النساء اللي بتحصل على حبوب منع الحمل ارتبطت شوية بجلطات الأوردة العميقة، وأسباب تانية زي قلنا العنصر الوراثي وحبوب منع الحمل والتدخين الكتير وقلة الحركة وزيادة الوزن اللي عامل ضغط على الأوردة، فبالتالي رجوع الدم من الأوردة للقلب بيبقى بطيء شوية. وفي أسباب تانية زي بعض الأمراض من ضمنها تقرحات الأمعاء وبعض أنواع الكانسر. إنما الأسباب المعلنة الواضحة طبيا هي حاجات تانية شوية. أنا قلت كده الأسباب اللي بنلاحظها دايما مع جلطات الأوعية الدموية أو الأوردة العميقة. الأسباب التانية معروفة، بيبقى خلل في الوريد نفسه، وخلل الوريد ممكن يحصل بسبب التهاب في الوريد أو إصابة الوريد نتيجة كسر في الرجل أو حاجة، فيحصل إصابة للوريد نفسه، أو عملية جراحية أثرت على الوريد خلته عرضة إنه يعمل جلطات. وبعد كده في أسباب تانية، إن هي غير في الوريد نفسه، بتبقى أسباب ليها علاقة بتجلط الدم وبعض أمراض اللي بتساعد على تجلطات الدم أكتر من غيرها، زي الأمراض الوراثية اللي بتعمل تجلطات في الدم. بيجي المريض يشتكي من آلام في الساق أو في الطرف العلوي مع إحمرار، زرقان، تورم في القدم من تحت، والألام بتبقى ألام زي الكرامبات قابضة وممكن تستمر معاه. بعض المرضى بيهملوها ويفتكروا ان دي حاجة في الركب او حاجة في المفاصل او املاح او غيره. وهنا بنخاف من اخطر حاجة، ان الجلطة ده هي تمتد وتوصل للرئة وتعمل لنا المشكلة الرئيسية، الخطر اللي بتؤثر على حياة الانسان، اللي هي انسداد الشريان الرئوي. انسداد الشريان الرئوي هو المضاعفات الكبرى بتاعة تجلط الأوردة العميقة. تجلط الأوردة العميقة، الجلطة بتمشي في الدم وتوصل لأحد الشرايين الرئوية، فبيجي العيان في حالة طرقة، ضيق نفس، آلام قابضة في الصدر، عرق، خفقان، هبوط في الضغط أو ارتفاع في الضغط، الانتفاخ في أوردة الرقبة، ولازم يحصل تدخل سريع لإنقاذ حياته. عشان نشخص حالة تضخم أو انسداد في الأوردة العميقة لازم نعمل شوية فحوصات، أولها طبعا الكشف، وبنسأل على طول إذا كان في عنصر وراثي الجلطات قبل كده، لو كانت سيدة بتاخد حبوب منع حمل ولا لأ، هل بتتحرك كتير، هل الوزن تقيل أو لأ. بعد كده بنعمل فحص الدوبلر اللي هو الموجات التلفزيونية عشان نحاول نحدد مكان الجلطة فين. بعد ما بنحدد مكان الجلطة فين بنشوف الحل العلاجي هيكون ايه. وفحوصات تانية ممكن نعمل اشاعة بالصبغة اللي بتتحقن عن طريق الوريد، وبعد كده بناخد صور اشاعات عادية. وممكن نعمل تحليل مهم جدا لمواد التجلط، مواد اسمها الدي دايمرز، وديت بتساعد على حدوث التجلط
فإذا كانت عالية يبقى فرصة أو احتمال إن يكون تجلط في الأوردة العميقة بتكون عالية جدا. وكل همنا بعد كده في العلاج إن إحنا نمنع إن الجلطة ده هي توصل للرئة. عشان نمنع أول حاجة بنعملها بنحاول نعمل سيولة في الدم عن طريق حقن الهيبارين، وبعد كده لمدة يومين أو ثلاثة، وبعد كده بندخل في حبوب المسيلات زي مادة الديكيومادين أو الورفرين، وبنشوف التحسن أخباره إيه مع مسكنات مع حاجات زي كده. إذا ما كانتش الاستجابة كويسة بندي مواد تانية عن طريق الوريد زي مذيبات الجلطات، ودي طريقة أخرى. إذا برضو ما صلحتش أو ما كانش المريض حالته تسمح بيها، قد يصل الأمر في بعض الأوقات إن إحنا نعمل جراحة للوريد بعد تحديد مكانه، وبيتفتح وبتتشال الجلطة وبيحصل تخييط. وفي عملية تانية اللي هي عملية فلتر في الوريد الرئيسي داخل البطن عشان نوقف الجلطات ونمنع طلوعها للرئة. ومن ضمن الحاجات التانية اللي بتساعد المريض ان احنا بنحط له حاجة اسمها زي الشراب الضاغط، بحيث انه يزود ضخ الدم من الاوردة، الدم السائل، ويمنع احتباسه داخل الاوردة. يبقى الحاجات ده هي اساس العلاج. ولكن اذا وصل الامر الى انسداد في الشريان الرئوي اللي هي الحالة الطارئة، لازم فورا العيان يدخل المستشفى في الرعاية المركزة، وفورا بياخد أدوية مختلفة الهدف منها محاولة لإنقاذ حياته عن طريق تذويب أي جلطات في الشرايين، وإنقاذ وتزويد الرئتين بالأكسجين، ومنع أي تجلطات إنها تمتد في أماكن أخرى. وبنحسن طبعا عملية التنفس عن طريق أكسجين، وممكن يلجأ للتنفس الصناعي في بعض الأوقات، وقلنا ان دي من الحالات الخطيرة. في نصايح مهمة جدا يهمني ان انا اقولها لكم النهاردة. حاول بقدر الامكان، خاصة اذا كنت عندك عنصر وراثي في العيلة الجلطات، او كنت سيدة بتستخدمي حبوب منع الحمل، حاولي دايما تعملي رياضة وتتحركي كتير وتحركي رجلك كتير. واذا ثبت او جالك او جالك جلطة، اعمل تمارين معينة زي ضم الساقين للصدر وضغطهم عشان نضخ الدم فوق. حاول دايما ان انت تعمل تمارين للقدم من تحت عن طريق تحريكها. حاول اذا سافرت سفر طويل اكتر من 4 ساعات، خد اسبرين اطفال يعمل سيولة شوية، وقوم اتمشى في الطيارة او في السيارة او في القطر. واذا كنت راكب سيارة اركن وخد راحة وحرك رجلك شوية. امنع التدخين اذا كنت بتدخن، لان دوت من العوامل المساعدة على تجلط الاوردة العميقة. حاول بقدر الامكان ان انت تكون عندك رياضة مستمرة. حاول بقدر الامكان تلجأ للفواكه والخضروات والالياف، لان ثبت ان الناس الفيجيتيريان او النباتيين معرضين اقل لحدوث جلطة الاوردة العميقة. ديت اهم حاجات حبيت اكلمكم عنها النهاردة بخصوص الجلطة. في معظم الاحوال حابب اقول لكم ان حوالي 50% من الناس ممكن يجي لهم جلطة في الاوردة العميقة وهم مش عارفين او مش حاسين بيها. وفي جزء منهم اول تعبير عن نفسه بيكون في المستشفى بانسداد في الشريان الرئوي. موضوع في غاية الاهمية، وللأسف اصبحنا بنشوفه كتير، بس نقدر نتفاداه، خاصة إذا كنا عندنا عنصر وراثي أو مدخنين أو بنستخدم أقراص منع حمل، أو في أمراض مزمنة زي ارتفاع الضغط أو كانسر لا قدر الله. أتمنى لكم جميعا الصحة والسعادة، وأشوفكم دايما على خير، وسلام عليكم. وما تنسوش لايك سبسكرايب تفعيل جرس. أشوفكم على خير، مع السلامة.